انت جيت يا مسعود؟ لسه زعلان مني يا حبيبي؟ خلاص اوعدك بعد ما اخلف مش هجيب ولاد تاني. تخلفي ما تخلفيش ما بقتش مشكلتي، بقت مشكلتك انت وامك وابوكي. ايه ده؟ طلقتني يا مسعود؟ انا طلقت الدنيا كلها، انا ارتكبت جريمه، انا كنت في شقه مع واحده وماتت. ايه ده؟ بتخوني يا مسعود؟ اعمل ايه؟ زهقتوني في عشقي، ما بقتش عارف انا بعمل ايه. قلت اجدد نشاطي زي ما كل الناس بتجدد نشاطها، لكن على راي المثل قليل البخت لا عزرائيل قدامه. اخسى عليك وجيلي ما لعبتك دي يا روحك في البيت ده. اكيد البوليس. الو؟ ايوه ابراهيم، انا عارف انت هتقول ايه. لا ما يهمكش، انا هروح اعترف للبوليس انك انت بريء. واسمع، وسيادتك العيال ولاد يا ابراهيم، وبقى اول محامي كويس مش لخمه زي انت. يا راجل مش هتبطل التهريج بتاعك ده، تسيبها لي مغمى عليها في الشقه وتمشي. براءة! انا طلعت براءة! انا طلعت براءة محاسن! محاسن مش كده محاسن، ده انا جوزك اللي بيحبك. محاسن محاسن، ده انا بحبك يا محاسن. ما تخافوش ما تخافوش، ماما هترجع تاني ومحدش ليكوا حلقة للشاي. ما تحركوش من هنا، انا راجع لكوا تاني. انت بالذات ما تحركش من هنا، اوعى تركب اوتوبيس، فاهم؟ طب نتفاهم، طب نتناقش. يوه مش كده يا منى؟ صحيح انا غلطت، لكن انت كمان غلطتي، وانت اللي دفعتيني لكده. منى ارجوكي، منى اسمعي كلام. منى ارجوكي افهميني. منى انا اسف، منى حقك عليا، مش هعمل كده تاني صدقيني. يا خرابي يا خرابي، امر 14 يا اخواتي. عزت يا ناس يا عالم يا هو، عايز اقعد مع مراتي حبيبتي. روحي شويه. معلش يا عزه، تشوف مين على الباب. هتوحشيني يا روحي. وانت اكتر. حسن الله الله الله، ايه مالك يا حسن؟ مش معلقه ليه؟ يا نهار ابيض، سنيه الحقيني يا سنيه. الله يكسفه، في راجل في الدنيا يقبل على نفسه يخون مراته؟ لعنة الله عليه في السماء والأرض. طب بس ما تعيطيش. لا هعيط، انت تعبانة وحامل. خش انت يا محاسن استريحي جوه مع سنية، ولا يكون عندك فكر. انا قلت ابات عندكم الليلة لحد بكرة ما اروح لبابا وماما في البلد، مش ممكن اعيش معاه بعد كده، مستحيل اخليه يشوف وشي، لازم اتطلق. ايه طب بس يا حبيبتي، تعالي استريحي وهدي نفسك. تعالي. الحقيني تاني. الله الله الله، ايه الحكايه يا عزه؟ يظهر العيله هتعزل عندنا. شفت ممدوح عمل فيا ايه بعد السنين دي كلها؟ الله، ماله هو كمان؟ طلع خاين وغشاشه بتاع ستات زي ما كنت عامله حساب. هو كمان؟ اخس، لعنه الله عليه في السماء والارض، هذا عالم يستحق الذبح. طب والله العظيم ما تضايقش نفسك انت يا حبيبي. حبيبتي انا لا اطيق ان ارى رجل خاين او اسمع عن رجل خاين، اعصابي بتتعب، دمي بيشيط. ايه معلش معلش يا حبيبي، انت حاجه تانية يا استاذ عزت. تعالي يا حبيبتي استريحي. انا اسفه اذا كنت ضايقتكم، بس انتوا اقرب ناس ليا في مصر. انا بكره الصبح هسافر عند بابا وماما، مش هخليه يشوف وشي بعد كده تاني. انا لازم اطلع. طب تعالي دلوقتي. دي بناها اتنيلت على الاخر. اعمل حاجه يا عزت، دول برضه ولاد عمك وانت كبير.
ولاد عمي انما دول شبان طايشين مش محترمين. معلش لازم تتصرف. المهم شفت جوزك انت يا جميل، اخر احترام اخر اخلاص. انا بثق فيك يا عزت اكتر ما بثق في نفسي. انا فلتة من فلتات القدر والله، انا مصيبة الواحد. يا ترى مين تاني؟ تلاقيها مرات عمي جاية من اسكندرية تطلع عندنا. يا ساتر يا رب. ما احنا فاتحينها مطلقة بقى. خشي لا يكون حد غريب، انا بصراحة بدير عليك. حاضر. ايوه يا سيدي ايوه. حسن منى عندك؟ حسن عندك؟ ايوه. احنا قلنا كده برضو. انت عرفت ان احنا انكشفنا وهم عايزين يطلقوا؟ يلا انتوا كمان من زمان كنتوا عايزين تتطلقوا، وكويس انها جت منهم مش منكم. ايوه بس احنا لما نحب نطلق نطلق بكرامتنا مش نتطلق بفضايح. كده ولا كده؟ ما كله طلاق. اسمع بقول لك، انت زي ما نيلتها تصلح والا وديني اصبحت قدام مراتك انت والزفت هوبز بتاعك ده. بتهددني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ معلش كله عند الله. انا اللي استاهل. حقيقة محاسن انت ومنى مش عارف اقولكوا ايه بعد ولاد عمي ما طلعوا سفلة واندال بالشكل ده. لكن كل اللي اطلبه منكم انكم تنسوا اللي جرى لحظة واحدة وتفكروا معايا بقلوبكم الرحيمة في علي اختهم اللي فرحها بكرة. مالها علي ومال حاجة زي دي يا استاذ عز؟ يكون ايه موقفها لما تعرف ان بيوت اخواتها اتخربت ليلة فرحها؟ يكون ايه موقف العيلة كلها قدام العريس لما يعرف ان عيلتنا عيلة صدمانة وهفتانة وجربانة وسمعتها زي الزفت؟ بس اللي حصل منهم شيء فظيع يا استاذ عزت. انا معاكم انهم ارتكبوا جريمه، لان مفيش ابشع ولا اشنع من ان الراجل يخون مراته. لكن انا بنادي فيكم الاصل الطيب والقلب الكبير، وبقول باعلى صوتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا عمي وطنط، ارحموا عليا المسكينه، ارحموني انا المسكين اللي الظروف كتبت عليه اكون ابن عمهم. معلش يا استاذ عزت، معلش يا استاذ عزت، ما تعذبش نفسك، احنا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ كل اللي انا عاوزه عاوزكم تاجلوا الطلاق 24 ساعه وتداروا ولا كان حاجه حصلت، وتدخلوا الفرح وايديكم في ايدين جوازكم وابتسامتكم الحلوه اللي هتنور الفرح دي مرسومه على وشوشكم الجميله. بس على شرط بعد الفرح على طول نطلق. لا صدقوني لو انتوا ما طلبتوش الطلاق انا هطلبه واصر عليه، لاني لا يمكن اوافق انكم تعيشوا مع هؤلاء المذنبون اعداء الشرف والانسانيه. من فضلك يا ريس لو سمحت ممكن تزود لنا هنا نور شويه كمان؟ من انا يا استاذ؟ ما كفايه نور يا بنتي، عدادات الكهرباء هتفرقع. وكفايه ليه وانا وحشه وخايفه على النور يبين؟ وحشتي. العريس على التليفون يا ست علي. منصور حبيبي. شايفه يا ماما بوحشه قد ايه؟ بين المكالمه والتانيه مفيش 10 دقايق. ايه فكر كده ليه؟ منصور طالبها في التليفون يا اخويا. في ايه تاني؟ انا عارفه. الو منصور يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ طيب قولي انت مش مهزوز كده ولا مضطرب ولا حاجه؟ هتهز ايه يا حبيبتي؟ ده قضاء وقدر لابد منه، وانا سعيد جدا ان قضايا جاء على ايديك. كلامك يجنن يا منصور، ده انت كلك تجنن. يا سلام انت بقى الدنيا تليل ويجي الشيخ مأذون ويكتب كتابنا ويعلي جوابنا. المهم المعازيم اللي من عيلتنا زادوا 6 تاني. ايوه غير ال 11 وال 14 وال 8 اللي زادوا قبل كده. تعملوا حسابكم تزودوا الاكل لحسن عيلتنا اكيله مسريع. ولا يهمك يا حبيبي، ان شاء الله يزيدوا 100. باي باي، ما تتاخرش. ايه في ايه؟ سامعاكي بتقولي ان شاء الله يزيدوا 100. اصل ضيوف منصور يزادوا 6. 6 تاني؟ والله والله الراجل ده ناوي يجيب خبري. يا بنتي ده احنا بالطريقه دي على بال الدنيا بتايل يكون عزم البلد بحالها. ممدوح ابني الحمد لله على السلامه يا ضنايا. اهلا ازيك يا ماما؟ الله يسلمك يا ضنايا. مبروك يا علي. ايه مالكوا يا حبيبي؟ انتوا تعبانين من حاجه؟ لا
مش سفر بس. خش يا ابني استريحوا في اوضتكم علشان لما يجي بالليل تقدروا تسهروا وترتشوا معانا. يلا اخويا يلا. مرزوق ايه؟ دول باين عليهم زعلانين. انت هتزعلهم بالعافيه. طيب الو. ايوه منصور. ايوه يا ابني انا حماتك، قصدي حماك. خير في ايه؟ زادوا تاني؟ مش معقول كده يا ابني. هي جننت الشاليه هتسع ايه ولا ايه؟ الحمد لله ان الشاليه على البحر وقدامنا الميه واسعه، بس حضرتك تعمل حسابك بقى وتنزل تشتري لنا شويه مايوهات رجالي على حريمي على اطفال جميع المقاسات، عشان المعازيم اللي هينزلوا الميه. واوعى تفتكر يا عمي ان انا داخل على طمع لا سمح الله، ما انا عارفك. مع السلامه. والله لا بيع كل وراك واللي قدام. ايه اللي عملتيه ده؟ مش عايزه اي حاجه تفكرني باليوم ده يا منى. ما فيش داعي للكلام ده. خلاص خلاص. ايه؟ الحمد لله. كلها كام ساعه نستحملهم بطول ولا بالعرض لحد اختك ما تتجوز، وبعد كده كل واحد يروح لحاله ونطلق. لا، وعلى ايه نستنى كام ساعه دول وتحمليني جمايل؟ لا انا هبعد من دلوقتي. يكون احسن. احسن ايه؟ ماما استنت. مالك؟ اقعدي اقعدي. مالك يا ماما؟ ايه يا ولاد اللي سمعته ده؟ لا لا ما فيش. بس اسكت انت. ايه يا حبيبتي مالك؟ قولي لي. انا زي مامتك. ليه خدني معاه ستة كده؟ لا 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 انا عايزه كلام كتير. ما هو روح اقعد يا ابوك وسيب لي بنتي حبيبتي اعرف منها كل حاجه. ايه شنطتي كده؟ انا رميت الاتنين مع بعض. صوماني شنطتك مش احسن من شنطتي. إيه انت لزعتها بالعند؟ انا ما لزعتهاش. انا كل اللي عملته كده اهو، كنت واقف كده اهو ورحت عامل كده اهو. وكمان بتلزعها تاني؟ ما تبطل خناق بقى. مالكم زعلانين ليه يا اولاد؟ شفتي عامل ايه؟ عامل لي ازاي؟ شوفي بقى، احنا جايين هنا في مهمه نقضيها من السكات ونخلص، انما هتقعدي تشتغلي على الراجل الطيب وتعيطي له وانا كمان مش حاسس. هتكلم وهتبقى العمليه مش هي. ابني ولا مش كده؟ حد يعمل مراته بالشكل ده؟ تعالى يا حبيبتي معايا. ايه ده يا اخي؟ انا مش تداري امورك شويه وتخليك عايش؟ اعصابي فلتت. وانت حد عارف عنك حاجه؟ امك كانت بتتصنت علينا وعرفت كل حاجه. طول عمرك بتصنت علينا انا عارف. انا وانت اشمعنى معرفت تداري امورك؟ ولا هي لماضه يعني وبس؟ ابوك يقول لي يا ولد وانت تقول لي خليك عاقل؟ مفيش حاجه مالها في البيت ده غيري ولا ايه؟ مرزوق تعالى شوف مصيبه ابنك الكبير. تعالى انت شوف خيبه ابنك الصغير. الدكتور داير على حل شعره مع كل واحده شويه. والمحامي سرق هدومه وداري بعزق فلوسه على الستات وسايب عياله. ومونه مصممه على الطلاق. ومحاسن كمان. محاسن؟ محاسن مين يا راجل انت؟ محاسن مين؟ مرض ابنك مسعود. هما جم. امال انا بقول لك ايه من الصوت؟ عايزين يطلعوا بالتلاته. انا حصارك يا ماما. ايه ده؟ ايه ده؟ اسكتي بلاش فضايح. جري كده معايا من السكات. يلا مهدي. يلا مهدي. يا ماما ده؟ ماما ما تصحي يا ماما، هو ده وقت تنامي فيه؟ لا نايمه التاني. ها يا لهوي، بقى اجوز واحده واطلع اثنين. هما مين اللي هيطلعوا؟ اخواتك يا اختي. اخواتك؟ اخواتي؟ ايوه. ساكت ليه يا مرزوق؟ ما تتكلم، ما تفكر يا اخويا، ده انت كبير العيله وراسك كلها حكر. اسكتي، ادي لدماغي فرصه علشان اعرف افكر. حاضر يا اخويا، انا هسكت علشان تفكر. فكر براحتك. لك حق. حاضر، انا هسكت علشان انت تفكر. امار يا خرابي، يطلعوا يطلعوا ازاي؟ قول لي يا اخويا، فكرت؟ اكيد فكرت. قول لي ناوي تعمل ايه؟ منصور حبيبي شيك قوي مش كده؟ ميرسي يا روحي. انا بتكلم عن نفسي. وماله؟ انا وانت واحد يا روحي. لا، واحد ونص يا سيدي. انا على عرايس الحلوين. عزت عزت. ازيك؟ الف مبروك. ميرسي.
امال فين سناي؟ دخلت تقفل الحنفيه. دخلت تبارك لماما. الف مبروك عليك. ميرسي يا حبيبي. بوز 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 مش عارف مين سيادته الاول. انا عزت ابن عمها. وانا منصور خطيبها حاليا وهبقى جوزها بعد شويه. منصور بيه. اسمح لي بدقيقه واحده. اتفضل يا منصور بيه. سيادتك قريت كتاب مستر هوبنز العالم الامريكي المشهور؟ لا. يبقى هنتقابل كتير قوي قوي ان شاء الله. وبيكلم ايه هوبنز ده بالظبط؟ هوبنز ده اللي هيضمن لك حياه زوجيه سعيده لمده 25 سنه. تأبيده يعني؟ يا دي عمتي وجيرانها، اما اروح اشوفهم. عن اذنك. هارد لك. وانا هتدور عليك. انا مش عارف يا عمي اذا كنت اقول لك مبروك ولا شد حيلك. انت عرفت يا عزت؟ عرفت يا عمي، مع اني بذلت كل جهدي اني اوقف المذبحه الزوجيه دي، لكن القدر كان اقوى مني. يلا، هي ناس عايشه على بلاوي ناس، ومأذون يقبض افراح، طلاق، جواز، ما تفهم، محاكم، شهود، فتوات. ما تيجي يا ابني كلمهم كلمتين يمكن ربنا يهدي. طب اتفضل انت عنا، عشان في صديق انا منتظره لازم استقبله بنفسي. انا هحصلك. انا عزك ابن عم العروس. وانا نوسه جت العروس. ونعم الجيرة. ممكن أشوفك أنا. مش معقول يا حبيبتي، 88 واحد من عيلتنا ومفيش ولا واحد من عيلتكم دلوقتي. ممكن أعرف أخوكي ممدوح فين؟ بصراحة بقى اتخانق مع مراته وهيتطلق. يا ساتر يا رب، ده فال وحش. طب واخوكي مسعود فين؟ هو كمان اتخانق مع مراته وهيتطلقوا. يا نهار اسود، دول فالين وحشين. طب وابوك وامك؟ ما هم بقى ما شافوا الحكايه كده اتخانقوا مع بعض ويمكن يتطلقوا. يا نهار اسود ومنيل بني، ده انتوا عيله مطلوقه بقى. عليا الطلاق ما انا متجوزك. ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى. صدقوني يا بلاد، الحياة في كل بيت يوم كده ويوم كده. الله، ودي حلاوتها. حلاوة ايه بس يا طنط؟ بعد ما بهدلونا البهدلة دي كلها. طبعا طبعا يا محاسن، اللي عملوه ده ما يتنسيش. اسمعي يا بنتي، مفيش حد في الدنيا ما بيغلطش، لكن المهم ان الغلط ما يتكررش. انا غلطت في ايه بس يا طنط؟ غلطت في ايه؟ انك بتغيري عليه قوي. بغير عليه لاني بحبه. اه ايه بس، الغيره زي الملح مطلوب، لكن لو زاد بيضر. طب وانا اللي سايباه على حريته يخرج ويجي زي ما هو عايز، ولا غلتش عليه؟ يعمل فيا كده ليه؟ ما انت اخرى يا اختي، لا خدتي ولا خدتي روحك بالعيال، وانت عارفه ان المعيشه صعب وتربيتهم مش بالسهل. كل ده ما يدينهمش الحق يعملوا اللي عملوه. اللي سامح كريم. لو كنا احنا اللي عملنا كده كانوا سامحونا. سامحونا؟ دول كانوا علقوا لنا المشان. معلش يا حبيبتي، معلش يا ضنايا، الراجل لما بيبقى تعبان في بيته بيبقى زي الغرقان ويدور على اشياء علشان يتعلق بيها. حتى لو كان بيتعلق في الغلط ساعتها ما بيقدرش يميز الغلط من الصح، بتبقى سرقاه السكينه. صدقوني انا مش بحميلهم علشان انهم ولادي ابدا، دي تجربه ست كبيره عاشت وشافت وسمعت. يلا
يلا يا حبيبتي، يلا يا دنار، يلا علشان الفرحة تكمل. يلا يا خطيب، اسم الله عليكي، اسم الله يا بنتي، اسم الله. بصراحة بقى انتوا طلعتوا مش ولا بد، غلطتوا وتوبتوا، خلاص داروا أموركم بقى عشان ما تنكشفوش. تعرف أنا في شبابي لما اتجوزت أمكم جت رجلي في الغلط مرة. أنت يا بابا؟ وأنا أقول أنا طالع شقي لمين؟ أداري لمرزوق. لا لا لا، دي كانت واحدة جارتنا في الحلمية وبعدها قلت توبة، ومن ساعتها لا من شاف ولا من دل. يا لهوي يا مرزوق، عايش معايا عمري كله على غلط. حفيظة عيب مش كده؟ أنا تخوني وتخدعني يا مرزوق. قلت اختشي عيب. أبدا لا يمكن، المأذون اللي هيتجوز بنتي لازم يطلع. كلام إيه ده يا فندم؟ حد يفكر كده برضو؟ سامعين مراتي بتقول إيه؟ ما مفيش حد ما بيغلطش. أيوة المهم الواحد ما يكررش غلطه، صح؟ ومراتي أنا كمان. واحد يلطف ولا حاجه؟ طلعني حالا يا خير يا دنيا كدابه. الله عيب يا سلام، ما يصحش اللي بتعمليه ده. الله انت فاهم ايه؟ لا سمح الله، انا راجل عندي قيم ومبادئ. كل الحكايه من الهاني مواسير الميه في الحمام بايظه، قصدتني اصلحها لها، رحت اصلحها، خفت الهدوم تتبل، اضطريت اقلعها. كفايه غش، انا كنت عارفه وساكته من زمان، وبقول يمكن يعني، لكن مفيش فايده، الخيانه في دمك. انت عارفه ساكته؟ والله ما انا عداله. يا سنيه ولا يهمك، انا عندي كتاب بتاع واحد فرنساوي يحل لك مشكلتك دي في ثانيه. انا عندي بقى كتاب بتاع واحد موزمبيقي هيجيب اجلك في ثواني. موزمبيقي؟ انا عندي وصفه ليك حلوه قوي تريحك من الدنيا وبلاويها. وانا بدل ما تضحكوا شوفوا لنا حاجه نلبسها نلحق الوليه. صلح بابير جهاز حنفيات. يا اغلى انتوا مين الاول؟ لا ده احنا الطبلجيه بتوعنا اصلا. ايه ده يا ستان؟ بتبصي له كده ليه ده؟ ها؟ تعرفيه منين ده؟ عيب يا دوح، الغيره بالشكل ده وحش. مسعود. ايه؟ ما نفسكش في عيال تاني يا مسعود؟ لما الرب يدور الاول ابقى حاسب. انا عندي قضايا بكره يا محاسب.